مساء الخير. ايه مالكوا في ايه؟ اسمع كده وقول لنا رايك. الهروب عزابي ده ليه؟ عزة اخت رحيم، انا اللي كنت السبب في موتها. ايه؟ مفيش يا ستي. قال لي بحبك فسامحته. انت مالك، انت لسه صغيره على الاسئله دي. ايوه كده استريحتي. وانا كمان انا قلت له انا بحب. بقولك ايه، ذاكري كويس، انا هقول لبابا يجيبك لو ذاكرتي كويس. يلا اعملي الهوم ورك. باي. هوم ورك؟ انت بتكلميني؟ دي رنيم. بتكلميها كده كانها واحده كبيره تحكي لها على كل حاجه. البنت دي بقت كانها حته من قلبي، بقيت بكلمها كل يوم ونقعد نحكي مع بعض. انا مش عارفه البنت دي عملت فيا ايه. انا بفكر اجيبها تعيش معانا. تعيش معانا؟ ايوه، عايزه ابعدها عن الجو اللي هي فيه، عايزاها تعيش في جو نظيف. ماما تتضايقي لو جبتها؟ عرفت انا مش ممكن اتضايق من اي حاجه ممكن تساعدك. بس هو انت بقى ناويه تعيشي معايا كتير لسه؟ ماما انا ورحيم محتاجين وقت. اسمعي بقى، انا موضوع رحيم ده اتكلمت فيه كتير قوي، لكن انا هجيب لك اخر الكلام. مشوار الحياه طويل وصعب، لازم دايما يبقى في حد جنبنا عشان نقدر نستحمل المشوار. يعني مش لازم يبقى احسن حد في الدنيا، ولكن على الاقل لازم نبقى بنحبه. لو بتحبي رحيم استحملي معاه الطريق، ما تخافيش. مشكلتي الوحيده مع رحيم اللي انا بحبه، بس طريقه هو اللي يخوف. ما تخافيش، امشي ورا احساسك وقلبك. ما تخافيش. انتوا مين اللي بعت لكم التسجيل ده؟ هو ده كل اللي همك؟ مش فارق معاك اللي اتقال؟ انت من امتى وانت بتتكلم معايا بالطريقه دي؟ زياد معلوش لوم في اي كلمه يقولها بعد اللي سمعناه كلنا يا رحيم. كنت عارف يا رحيم ميداليا اللي كانت ورا قتل اختك. بصري بصري، ده انت ابني، بفهمك من نظره عينيك. رد عليا، كنت عارف ولا لا؟ يابا داليا ما قتلتش. يبقى كنت عارف، عارف مين اللي ورا قتل اختك وساكت. ومش بس ساكت، ده انت كنت عاوز تتجوزها كمان. يا خساره، انا مش مصدق. انت رحيم ابني، انت ابني اللي انا خلفته وربيته. انت اوام نسيت اختك يا رحيم؟ اللي بلغ الحكومه ما كانش عايز حد يموت. كده بقى يبقى نسيت اختك يا رحيم. واذا كنت انت نسيتها، انا مش هقدر انسى بنتي ولا اقدر انسى حفيدي اللي يتيتم من ابوه وامه بسببها. أنا طاري مع البنت دي يا رحيم وهاخده منها. محدش هيلمس شعرة من داليا طول ما أنا عايش. بتقول إيه؟ أنت بتتحداني يا رحيم؟ هتقف قصادي عشان تحمي اللي قتلت أختك؟ يابا داليا ما قتلتش. دي كانت غلطة. واللي بعت التسجيل ده قصد إن هو يفرقنا، وده اللي لازم نفهمه ونقف قصاده. أناني. هتفضل طول عمرك أناني. زياد! فوق لروحك. انت بتتكلم عن خالك. انت اللي لازم تفوق يا رحيم، انت اللي لازم تفوق وتحس بالنار اللي قايده فينا كلنا. عارف يعني ايه اسمع بوداني ان في حد قتل اخويا؟ بلاش انا، زياد. عارف يعني ايه اسمع ان في حد قتل ابوه وامه؟ عارف ولا مش عارف؟ ترى ابويا وامي هاخده من اي حد، حتى لو كان مين. والله كبرت يا زياد. واول ما عروقك نفرت واتشدت، اتشدت عليا انا. مش كنت بتقول عليا بلطجي ورد سجون ومقضيها بدراعي؟ ايه دلوقتي عايز تبقى زيي؟ زياد مش زيك ولا عمره هيبقى زيك. زياد احسن وانضف منك بكتير، اوعى تبقى زيه. خلاص بقيتوا كلكم ملايكه، ورحيم هو الشيطان. قاعدين تحاسبوني دلوقتي؟ محدش فيكم غلط غلطه واحده في حياته. جه اليوم اللي صوتك عالي فيه على ابوك يا رحيم،
وتعلمه ازاي يتعامل مع اللي قتل بنته. ما تقولش كده يا حاج. اوعى سيب ايدي. سيب ايدي. انت اللي بتختار رحيم. ايوه انت اللي بتختار. وهي بدأت بحلمها اهي. خاف بقى على الباقي. تيجي انا اوصلك. هتوصلني فين؟ هو انت عارف انا رايحه فين اصلا؟ مروحه البيت. لا امال رايحه فين طيب؟ مالكش دعوه. وبعدين مش كل يومين تيجي تنطلي. طب لما انت عارفه ان انا بنطلك بتيجي هنا ليه؟ مالكش دعوه. طب هقابلك هنا تاني بكره. تذكري يا بيبي. تفتكر ليه ربنا خلاني أرجع مصر في الوقت ده تحديداً؟ عارف ليه؟ علشان لو ما كنت سمعت وشفت بعيني اللي حصل ما كنتش هصدق. مش كل اللي بتسمعيه وتشوفيه هو الحقيقة. ياه بتحبها قوي كده؟ لسه بعد ده كله بتدافع عنها؟ كلنا بنغلط واحنا بس اللي لازم نتحمل ثمن الغلط ده، لكن انت لأ. محدش دفع تمن من عمره قدي. رحيم انت دخلت السجن عشان كان لازم تدخله من زمان. يبقى خلاص محدش له حاجه عندي. رحاب انا لازم امشي. ما تسافرش يا زياد ما تسافرش. طب هقولك على حاجه، سافر شويه وارجع لي تاني. ارجع لي تاني يا زياد. رحاب انا هبقى اطمن عليك، سيبيني اسافر. واهون عليك؟ اهون عليك تسيبني؟ ابوس ايدك ما تسيبنيش. ابوس ايدك. ما تهونيش يا رحاب، بس انت كمان لازم تمشي. ليه؟ ليه بتقول كده؟ يعني انتي مش عارفة؟ فرح انا جاهز. جاهز ايه؟ لأ رحيم ما تسيبهوش يمشي يا رحيم عشان خاطر. يا ولد حقوني انا وراكم. الحاج بدر ما بيردش عليا. برضه ما ردش. رحيم عمره ما عمل معايا كده. يمكن مشغول ولا حاجة، بعد شوية هيرد عليكي. برضه لما يكون مشغول بيرد عليا في حاجه انا مش مطمنه لها. طب يمكن يمكن ايه يا ماما؟ يمكن لما فكر مش قادر يسامحك. يمكن بس مش رحيم. رحيم لما بيقول حاجه بيكون قاصدها. في حاجه تانية. ما تنسيش ان اللي ماتت دي تبقى اخته، وانا خايفه عليك يا داليا. رحيم في يوم من الايام ممكن ما يقدرش فعلا يسامحك. تفتكري؟ أنا من رأيي بقى ما تكلميهوش خالص، واستني لما هو يرجع يكلمك تاني. ساعتها هتعرفي إذا كان باقي عليكي ولا لأ. الحمد لله جدك أحسن بكتير. هي فرح مشيت على طول ليه؟ ما بقتش تطيق تقعد في مكان فيه رحيم. رحيم رحيم رحيم. كل المشاكل اللي احنا فيها بسبب رحيم. انت بتحبي سيد صح؟ بتحبيه. عارفه ايه المشكله اللي ما بينك وما بينه؟ رحيم. المشكله اللي ما بيني وما بين ان اخد طرب ابويا وامي رحيم. والمشكلة اللي ما بيني وما بين البنت اللي بحبها رحيم. رحيم مالوش ذنب في كل ده. أمال مين اللي اعتدى على ريم؟ ها؟ ردي! احنا مش عارفين يا زياد. لو دافعتي عنه تاني هتقلي في نظري انت كمان، فاهمة؟ أنا؟ أنا أقل في نظرك؟ أنا يا زياد؟ سامحيني، أنا مش مظبوط خالص اليومين دول. أنا عمري ما زعل منك أبداً. أنت ما تعرفش أنت إيه بالنسبة لي. رحاب أنا حاسس إن أنا بتغير. حاسس إن أنا هبقى بني آدم تاني.
أنا بقيت أكره كل الناس اللي قريبين مني. أنا لازم أمشي، لازم أبعد عن هنا. أنا هسافر يا رحال، هسافر قبل ما ببقى بني آدم تاني أنت ما تحبيش تشوفيه. أيوة يا رحيم، أنا عاوز أشوفك حالا دلوقتي. طب أفهم يا حاجة اللي حصل. طيب أيوة بس أنا مش فاضي. خلاص جاي جاي.